ازيك يا عم احمد؟ اتفضل يا صالح. شكرا. يا صالح يا صالح، نورت الحاره يا اخويا. يا بت مش خايفه من كلام الناس؟ خايف على نفسك؟ طب خلي حد كده يفتح بقه. طب خلاص ربنا يصلح حالك. تعالي على هنا. رايح فين؟ مروح البيت. يا خراشي، بيت ده ايه؟ ده مقفول بقاله سنين ومهجور، هتتلبس. اجي معاك؟ تيجي معايا ايه يا بنت المجنونه؟ هروح لوحدي. طب ورحمه جوزي ما سيبك لوحدك؟ هاني جوز فيهم يا سمسمة؟ انا عارفه، هو انا عقلي دفتر؟ ما انت اللي ما بيعجبكيش حد. بس انت تعجب العجب يا دولي. طب اتكل على الله، روح شوف شغلك وانا اشوفك بالليل. لا والنبي، ما انت كاسفني. هو انت فاكره كوافير عادي؟ لا يا اخويا، ده سنتر، سنتر كبير كمان، سنتر دولي يا دولي. تعالى بس، تعالى والنبي، تعالى، ده انا هعمل لك مسقط. سلامتك يا اخويا، من رجلك يا اخويا؟ ها بتزق ليك؟ يلا بس اطلع، يلا تعالى بس، ده انت نورت. يلا يلا ايه المحل مليان؟ يلا يا حبيبتي انت وهي، يلا استراحه دلوقتي يا حبيبتي، روح اشربوا شاي. يلا خلاص، قلبنا رجالي وحريمي من النهارده، ودلوقتي وقت الرجال. رجالي مين؟ حد يعمل كده؟ يقطع عيشه بايده؟ تعالى بس، تعالى عيشه وشوفنا. طب مش هتعملي شعرك هنا تاني، ايه رايك؟ لا والله عندها حق، كنت قعدت في اي حته تاني. تعالى بس، الكرسي ده عليه كل الامكانيات. تعالى ده؟ تعالى تعالى عنك بس، تعالى تعالى. والله انت ليكي حاجات يا سمسمه. انت ناسي بس ان انا كنت بشتغل مع جوزي قبل ما اقلب ده حريمي. ما دي حاجه تنسي. ولا انت تتنسي يا دم. لا انا كان قصدي يعني كنت بتقص حلو. والله ما تيجي كده اعمل لك فتله وانور. فتله ايه يا سمسمه؟ فتله ايه اللي عايز تعملها لي؟ طب خلاص، تعالى اعمل لك شعرك واغسل لك شعرك، ده انا عندي بلسم هتدعي لي. تعالى بس قوم، ده انا هدلعك واظبطك. ما انت عامل زيي طول عمرك شقيان. عارف يا دولي، الوحده وحشه قوي، وانا بقى لا عيل ولا تيل ولا اخ ولا اخت، عشان كده بقى بعتبركم اخواتي. بس انت بقى دون عن اخواتك كلهم، ليك معزه خاصه عندي. عارف يا دولي، انت لما بتسافر بتوحشني قوي. وانت كمان يا سمسمة، انا بعزك طول عمري والله. صحيح يا دولي. صحيح، بس بطلي تسبيل. ايه الجديد عندي؟ انت عارف يا اخويا، من ساعه بقى المرحوم الله يرحمه قلت خلاص قفلت بقى على كده، بس ما قدرتش. اصل الحلال حلو قوي يا دولي. اتجوزت المنيل على عينه اللي اسمه ناجح، الواحد بقى مش عايز يتكلم. طلقته، اصل العصمه بتبقى في ايدي. عشان اعمل انا الكنترول. كنترول؟ انت يا بنت ما بتزهقيش. بقول لك الجديد، مالك رغايه كده ليه؟ هو انت برضه في حد يزهق منك يا دولي؟ طب وانا بشطف لي شعر عشان عايز اقول. يوه، هو انت على طول كده؟ طلقك حامي؟ يا دولي حبيبي. مشروق. الحمد لله على السلامة. يسلمك حبيبي. ايه في ايه مالك؟ ده مش راضي يفتح يا جدع. اساعدك. ايه بقاله كتير يعني مقفول؟ بس تمام كده. ما تحرمش يا شباب. حبيبي اخش معاك؟ لا انا محتاج ابقى لوحدي. ماشي، على العموم انا في المصنع، لو احتجت اي حاجة انا تحت امرك. ها؟ ماشي. اشوفك بالليل في القهوة دولي. ماشي. مع السلامة. السلامة.
ألف سلام عليك شيرين. اشربوا مع حبيبتي. سلامتك. أنا خايفة أموت يا صالح. تقوليش على نفسك، بعد الشر عنك حبيبتي، مش هموت يا لحالي. لو مت هتتجوز عليا؟ أنت بنت مهبوشة، في راجل عاقل يتجوز مرتين. كذاب، اللي بيحب النسوان ما يستغناش عنهم. ما اختلفناش، بس أنا بحبك أنت شيرين، بحبك قوي. يعني لو مت هتعمل إيه؟ هتجوز طبعا، هي دي عايزه كلام. شفت اهو، يعني هتتجوز. يا بنت بهزر معاك، خليكي عاقله كده وراسي. عايزين نفكر في اسم اللي منهم. صح. ايه رايك في ابو ضيف؟ ابو ضيف صالح ابو ضيف. ابو ضيف؟ لا طبعا، ايه ابو ضيف ده؟ جرايه يا بنت المهبوشه، ده نقب العيله. يا حبيبي عادي، بس يعني ده اسم قديم قوي. هو قديم بس حلو والله. طب ايه رايك في ادهم؟ ادهم صالح ابو ضيف. حلو ادهم. حلو ادهم. طب افرض طلعت بنوته؟ برضه قادها. الله يرحمك يا شيرين.